حكم الجمع في السفر هل هو نفس حكم القصر يستحب أم عند الضرورة فقط؟ القصر في السفر مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر: يا رسول الله، إن الله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كيف وقد أمن الناس؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هل الجمع له نفس الحكم؟ الجمع إذا كان المسير جد بك، يعني أنت ماشي في الطريق، الأفضل الجمع. إذا كنت نازلا مسافر مثلا ونازل، صلاة كل صلاة في وقتها أفضل.